يا حي شوفتك ويا حي طريق، حفظك الله سيدي. كلمات معبرة في تغريدة أحد المتفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي موجهة لولي العهد. ما السبب الذي أثار تفاعل الناشطين على أكس بهذا الشكل؟ تداول المتفاعلين خبر إعلان ولي العهد إطلاق شركة آلات في المملكة مرفقة بصورة الأمير محمد بن سلمان تحت تغريدة تقول: سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعلن إطلاق شركة آلات لتسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للإلكترونيات والصناعات المتقدمة. مرحباً بكم في آلات، آلات التي ستقود ريادة التحول نحو الغد. ولكن ماذا نعلم عن شركة آلات السعودية؟ ولماذا لاقت هذا التفاعل الواسع في الشارع السعودي؟ تختص الشركة وفقاً لما ذكره موقع CNN عربية بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية ضمن 7 وحدات أعمال استراتيجية هي الصناعات المتقدمة وأشباه المواصلات والأجهزة المنزلية الذكية والصحة والأجهزة الإلكترونية والمباني الذكية والجيل الجديد من البنية التحتية. والصناعة هي عمل القطاع الخاص وليس عمل الحكومة، بالتالي عمل الحكومة هو التمكين. وأضاف التقرير أن الشركة ستسهم في تعزيز التحول في القطاع الصناعي عالمياً عبر بناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة في المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 بما يلبي الطلب التجاري ويواكب احتياجات قطاع المستقبل والجيل الجديد من التصنيع، ويدعم قوة سلاسل الإمداد المحلية، ويسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات الإلكترونية المتقدمة. كما ستعمل على التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية في مقدمتها الأنظمة الروبوتية وأنظمة الاتصال وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة ومنتجات الترفيه الرقمية والمعدات الثقيلة المتطورة التي تستخدم في التشييد والبناء والتعدين. الشركة السعودية الجديدة من شأنها دفع عجلة الابتكار والتصنيع في المملكة ورفع جهود البحث والتطوير وتوطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات عبر تنمية الكفاءات والارتقاء بجودة الوظائف المحلية، إذ ستعمل على استحداث أكثر من 39,000 فرصة عمل مباشرة، وتصل مساهمتها في المنتوج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال بحلول عام 2030. ويتماشى تأسيس آلات مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في التوسع في المجالات المرتبطة بالصناعات وسائر قطاعاته ذات الأولوية محلياً مع تعزيز سلاسل الإمداد المحلية بما يتواكب مع استراتيجيته التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.